اختي انت اللي قلتي لي عافاك اختي عتقيني، راه كرشي ولات كبيره، راه ولات عندي غير الكرش تعقدت. اليوم غنعطيك واحد الوصفه والله العظيم الا كرشك غتولي لاصقه اختي، واحد المشروب خطير كيفتت الدهون ديال البطن، تيفتت ديك الشحوم اللي كتكون متراكمه في البطن والجوانب، راه كرشك غتولي لاصقه. نسي عليا شي حاجه سميتها الكرش مع هذا المشروب هذا اللي غنعطيك اليوم، واحد المشروب سحري غادي يخلصك من الدهون اللي عندك في الجسم ديالك وخصوصا البطن. الكرش اللي معقده بزاف ديال النساء وبزاف ديال العيالات. ديروا لي هذه الوصفه هذه ونوضوا جمعوا الوقفه وحيدوا عليكم داك العجز، راه هذه الوصفه هذه سهله وغير مكلفه، غير من المطبخ ديالك غتنوضي دابا وغتحضريها وغادي تتبعيها واحد المدة ديال اسبوع، راه غترجعي تشكريني عليها، راه غتخلي لك الكرش ديالك ما كيناش بحال عمرها ما كانت، ديك الكرش اللي معقداك دابا اللي انت دابا معقداك. غادي نبداو على بركة الله الوصفة ديالنا، ولكن ما تنسونيش واحد لايك للفيديو، شاركوا الفيديو مع اي وحدة كتعرفوها معقدها الكرش ومحمقاها باغا تحيدها، وكذلك ما تنسوش خليو لي شي تعليق زويون. لكن كنتو جداد نقول لكم مرحبا بكم في القناة، ما تنسوش الانضمام للعائلة ديالنا وفعلوا زر الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد في اي وقت اللي نحط فيه الفيديو تكون انتم الاولى اللي كتشاهدوه. وغادي نبداو الوصفة ديالنا على بركة الله. عندنا اول مكون هو سكنجبير طري او لا الزنجبيل طري، يعني غنستعملوه طري في هذه الوصفة كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ واحد القطعة ديال الزنجبيل غادي نقشروها كما كتشوفوا معايا وغنحكوها في الحكاكه، وما انتم غتشوفوا معايا الكميه تقريبا غناخذوا واحد الكميه ديال معلقه كبيره ديال هذا السكنجبير مطحون محكوك عفوا في الحكاكه هكا، المهم كنبشروه بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. وصراحه كيجوني ماشي غير تعليق واحد، راه بزاف ديال التعاليق، لي كومونتير ديالكم راهم كيجوني بزاف على شي حاجه اللي تحيد الكرش، شي حاجه اللي تحيد ليا غير الكرش. هاد الوصفه هادي راه خاصه لتفتيت الدهون ديال البطن، دوك الدهون العنيده واللي كتراكم في المنطقه ديال البطن، راه صراحه بزاف اللي كيعانيوا من هذا المشكل هذا، ماشي غير العيالات راه حتى الرجال عندهم هذا المشكل هذا ديال داك الخزان ديال الدهون كيتمركز لهم في البطن ديالهم. هاد الوصفه هذه سهله وبسيطه وغتعطيكم نتيجه مضمونه 100%، وانا متاكده غترجعوا تشكروني على هاد الوصفه هذه في التعليقات. خدينا هاد الكميه هذه كما قلت لكم واحد الملعقه كبيره كنديروها في واحد الكاس بهذا الشكل هذا، وغادي نزيدوا عليها الماء يكون غليان كما كتشوفوا معايا، الماء يكون غليان مزيان ونخلطوا هاد الشيء نخلطوه مزيان كما كتشوفوا معايا. هاد الزنجبيل راه مفيد بزاف في ازاله يعني البطن، بحيث انه اول حاجه كيشد لينا البطن اللي كيكون مترهل وتحيد الكرش، مزيان حتى المعدة والامعاء يعني مزيان بزاف، تحفز لينا دوك الامعاء على الحركة، يعني تعالج لينا حتى الامساك المزمن، الناس اللي عندهم المشاكل هكا يعني في القولون راه مزيان هذا الزنجبيل فيه الدواء. من بعد تناخدو واحد الملعقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان وكنضيفوها على الزنجبيل كما شفتوا معايا في الفيديو، طريقه سهله وبسيطه، وكنحركوا هذوك المكونات مزيان كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للزنجبيل راه ينحف لنا البطن، يعني كيعطينا التنحيف والشد في نفس الوقت، راه زوين بزاف. تنخلطوا هاد المكونات كما كتشوفوا معايا مزيان حتى كتذوب لنا ديك القهوه سريعه الذوبان كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. غير جربوا لي هذا المشروب، غير ديروا النيه وجربوه، راه ما غتخسروا والو، راه حتى المكونات يعني في المتناول ديالكم، غير جربوه وغتشوفوا النتيجه بعينيكم، بعينيكم غتشوفوا النتيجه. اللي عندها الكرش اولا اللي عنده الكرش راه ما كتبقاش، راه تتولي لاصقه يعني غتهنوا منها في مره. من بعد تناخذوا معلقه كبيره ديال عصير الليمون اولا الحامض،
معلقه هكا كبيره العصير الليمون او الحامض، اللي حتى هو كيف ما كتعرفوا ديتوكس طبيعي، اللي حتى هو كيعمل على إذابة الدهون وتفتيت دوك الكتل ديال الشحوم اللي كتكون في الجسم ديالنا يعني متراكمة. وها هو المشروب ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، كنخلطوا هاد المكونات هادو مزيان. مشروب صراحة سهل وبسيط. غير هاد الليمون او الحامض ما تكتروش منه بزاف، ديروا غير معلقه كبيره لانه هو راه كيضعف، يعني اللي ما باغاش تضعف ما تكترش منه. كنتي اختي باغا تضعفي راه عصري حتى نص حامضه راه مزيان. كيضعف هو الحامض يضعف، يعني كينقص الوزن. من بعد ناخذ خل التفاح كما كتشوفوا معايا، واللي حتى هو راه تيحيد توا البطن، يعني هادو كلهم مكونات اللي كيعملوا على إزالة يعني الشحوم والدهون من الجسم. كنديروا حتى هو كنديروا ملعقة كبيرة صافي، ونخلطوا المشروب ديالنا. نخلطوا المشروب ديالنا كما كتشوفوا معايا، وهاد خل التفاح راه ما كيخليش الجسم يخزن لنا واحد الكميه ديال الدهون، وتيحمي حتى من السمنه المفرطه. يعني بالنسبه للناس اللي تيغلاضوا بزاف دغيا تيسمانوا دغيا تيتزاد الوزن ديالهم، بقاو بحال هكا ديروا خل التفاح مع الحامض. الا كان الوزن ديالكم كيتزاد بسرعه وكتبغيو تضعفوا والو ما كتلقاوش الحل، خدوا خل التفاح ديروا واحد جوج معالق في كاس ديال الماء، جوج معالق ديال خل التفاح مع نص حامضه، وبقاو تناولوهم هكا، تناولوهم بحال هكا ورا كل وجبه تناولوهم، راه مزيانين لانهم غي ما يخلوش دوك الدهون يعني تتخزن ليكم، وكذلك تي يعني تي تيحرقوا لك داك دوك الدهون. يعني مع الناس اللي كيغلاضوا دغيا هاد الوصفه هذه زوينه بزاف. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خدينا هذاك المشروب ديالنا وصفيناه، كنتحصلوا على هذا المشروب هذا اللي غادي تبقاو كتناولوه. ضروري ضروري غتناولوه قبل النوم، وكذلك يعني في النهار تناولوه واحد 3 مرات، يعني قبل النوم ورا الغداء، وتناولوه ورا الفطور ورا الوجبة ديال الفطور، حتى تفطروا عاد تناولوا هذا المشروب هذا، راه زوين بزاف. يعني 3 مرات في اليوم راه زوين، مشروب رائع اللي ما كيخليش كاع نهائيا الكرش، خصوصا الكرش، الكرش اللي معقد عليه الكرش راه غتهنى بهذه الوصفه هذه. وهنا الى مثلا ما غتبغيوش تحضروا كل مره تحضروا هذه الوصفه هذه، ممكن تحضروا واحد الكميه هكا ديال يطرو هكا ما كاملش، وغديروا في الثلاجه وغتبقوا كتشربوا منه، يعني كل وقت غتشربوا منه كاس هكا، تحضروا الكميه ديال النهار. راه زوينه بزاف هذه الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم ان شاء الله في التعليقات بعد ما تجربوها. تبعوها يوميا هذه الوصفه، ماشي ديروها نهار وتقطعوها، يوميا مده اسبوع غتبان لكم النتيجه، الكرش ديالكم غتبان لكم دخلات ما بقاتش لصقات. وهذه الوصفه راه زوينه، وتهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد.